ولهذا هنا انتبه إلى فائدة جميلة تتعلق بحديث البراء، أن المؤمن بعد موته يكفن مرتين، كفن لجسده، وهذا يباشره من أهله وقرابته ومن يقوم على تغسيله وتكفينه، وكفن لروحه بعد قبضها من قبل ملك الروح، والذي يقوم على هذا التكفين لروحه ووضع الحنوط في كفنه هم الملائكة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات العظيمة التي تقدمت معنا في حديث البراء. هذه إذا كانت صالحة، والصلاح بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. فمثل هذا اليوم يجب على العبد أن يعد له عدته بمجاهدة نفسه على الصلاح، وأن يحذر من ضده وهو غير الصلاح. إن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. نعم.